الكلمات بدأ رامي تمرده على الواقع حوله وأعلن كسره للحصار الذي يعيش به وليعيش به المجتمع ولم يجد أمامه إلا متنفسا للتعبير عن غضبه سوى للغناء والتعبير عن معاناة الغزيين والشعب الفلسطيني. نورتنا بالحضور رامي. رامي أغاف أم رامي أعرف عن فعلا. مرحبا بك. مرحبا بكم، صباح الخير وصباح الخير على جزائرينا كل جميع الولايات وصباح الشروق. الله يسلمك. سؤال بديهي دائما لابد منه، كيف يقدم رامي نفسه للمشاهدين؟ رامي يقدم نفسه للمشاهدين كأي شخص عادي بتشوفه في الطريق، بتشوفه في الجامعة، بتشوفه في المقاعد الدراسية، في الأماكن العامة، في الكافي، في الصالون. كيفاش بدا المجال الغناء واختياره للراب تحديدا؟ اختيار الراب ممكن احكي لك، ماشي انا اللي اخترت الراب، هو اختارك ولا الراب هو اللي اختارني؟ احنا تلاقينا، يعني بعضكم، اخترنا بعضنا بالصدفة. هي فعلا محض الصدفة، هي ما كانتش حاجة مترتبة او حاجة، هي عبارة عن بعض الامور الواحد بيقوم بها يكتشفها فعلا مع موضوع الوقت ومع لما تعرضي على بعض الاصدقاء او على الاقارب او على الاهل بعض ما تقومي به، يشوفوا اوكي ممكن الخطر الاولى اوكي مليح ماشي مليح جود، كيف عامل انت قافية مهتم اوكي، بعدين هذه كامل التعليقات هذه شغل تلقائي روحك باللي عندك عفسة باللي انت ما بالكش ويلاحظوها الغير. يعني نقول الواقع اللي يعيشه الفنان هو اللي ينعكس وهو اللي يخلي يجعل هو انه يتقن فن توظيف الكلمة فعلا في الاغاني فعلا. يعني نقدر نقول انه الحرب هي اللي خلاتك انك تتقن توظيف الكلمة فعلا في الاغاني نتاعك. فعلا اسلوب الحياة، الشارع، الاصدقاء، الجيران، هذا كامل التأثير يأثر عليك. التأثير تاعك هذا يتم ترجمته يا اما في رسم، آلة موسيقية، كتابة، غضب، طريقة إخراجك ما هو في داخلك هو حسب ما هو أثر. أنت خرجته عن طريق الأغنية أغنية الراب، يعني نحكوا على أهم المواضيع اللي يتطرق بها رامي من خلال الأغاني تاعه. بما اني فلسطيني هذا الموضوع لوحده يكفي، انه انا القضيه الفلسطينيه اهم طبعا والجزائر موضوع. طبعا بنوجه للجزائر كل الاحترام والتقدير على الوقفه وعلى التضامن بكل انواع. هذا يعني نقدر نقولوا شعب واحد، شعب يعني شعب الجزائر فعلا وفلسطين. فعلا يعني انت دائما رامي تحاول انك في الاغاني نتاعك تركز على فلسطين والانسان الفلسطيني، على أي إنسان يشعر بظلم، بالاضطهاد، بالمشاكل بشكل عام. بس صح، أنا كبداية أول شيء كتبت عنه هو كان كتابة عن موضوع القضية الفلسطينية وعلى الواقع اللي بنعيشه سواء في فلسطين أو في الدول الأخرى اللي بيعانوا نفس المشكلة. يعني ومن تبدأ عادة كتابة كلمات الأغاني تواك؟ بداية كتابة أي حرف ببدا بما بعيشه. وش نعيش انا؟ يعني نقول حنايا تجاربك الشخصيه. شخصيه. أوكي. هذا في حال انه كان التوجه نوعيه الكتابه الا موضوع اجتماعي. واذا كان موضوع خاص برضه ايضا بتم الترجمه بطريقه عن كتابة بتكون موضوع خاص على مشكلة. بس صح أغلب المشاكل الخاصة بعد ما يعني بتكون مشاركة لآخرين نفس قراب من نفس الموضوع. يعني نقدر نقول أنه مغني الراب يجب أن يعيش الحالة الدرامية فعلا حتى يقدر أنه يوصل الرسالة. صحيح فعلا. أوكي. يعني حتى يعيش هذاك الوضع باش يقدر ينعكس على كل محبي. الجمهور الراب الحقيقي هون في الوطن العربي بالنسبة لك أنت رامي شكون هو؟ ممكن يكون اي شخص حتى غير متعلق موضوع الهيب هوب والراب، لانه موضوع الهيب هوب والراب بتكلم دائما الكلمه تيجي بالعاميه او بالفصحى. نتكلم عن موضوع العاميه، لما انا اتكلم او اتطرق لموضوع محدد فبوصل للجميع. اذا كانت الكلمه محترمه واذا كانت الموضوع بقيس شريحه معينه من الناس فحيتاثر حتى لو كان غير مستمع، او لانه الراب هو عباره عن كلمات وعلى قافيه وعلى اوزان. صح، احنا كلنا طبعا ما فيش حد ما فينا ما يهتمش موضوع الشعر او الكتابه او صح. يعني وكيفاش يمكن لمغني الراب ان يخدم الامه نتاعو والشعب نتاعو من خلال الاغاني نتاعو؟ الموضوع سهل جدا، موضوع انه تخدم، انت تتكلم عن موضوع معين نعيشه
مثلا حضراتكم برضه كمان ممكن تكونوا رابرز وانتم مش عارفين طريقه كتابتكم لاسئلتكم. هذا انتم خلاص رابرز والله الديو ان شاء الله يكون معكم المره الجايه. يلا احب انه الديو يجمعنا تجمع راح اكون سعيد جدا راح يكون حصريا على قناه الشروق. يلا خلاص حتتم الموافقه بعد البرنامج ان شاء الله. نعرف انه في الوسط الفني صحيح هناك ما يسمى بالثنائيات الثلاثيات، يعني عمل يجمع فنانين، يعني هذا الشيء ما تبادرش الى الذهن نتاعك انك يجمعك ديو مع فنان مش شرط انه يكون من مغني راب؟ فعلا صار الموضوع هذا، تطرقنا زي ما حكيت لك اي انسان بعيش حاجه او بيشعر حاجه بترجمها. انا في تعامل كان مع فنانين جزائريين وسوريين ايضا، في كنا تطرقنا لموضوع اخوتنا في سوريا الله ينصرهم ان شاء الله ويعيشهم بسلام وحب للجميع هم وللجميع كل الدول الاسلاميه والعربيه. تكلمنا عن موضوع استخدمنا اسلوب الغناء واسلوب الراب، اسلوب انواع ثانيه من الموسيقى، اتجمعنا مع بعض وعملنا عمل مع جماعي ورباعي كان مش فقط ثنائي، عملت شغل ثنائي، عملت شغل مجموعه كبيره من الرابرز من الدنمارك فلسطين الجزائر، اجتمعنا كلنا في موضوع اللي هو موضوع القضيه الفلسطينيه جمعتنا ايضا وعملنا اغنيه كانت تسعى لرابرز. رامي يعني يجيد اللهجه الجزائريه وانه تغنى باللهجه الجزائريه صحيح. كذلك فعلا فعلا صحيح، يعني انا اولا الجزائر ما اعتبرهاش بلدي الثاني، انا جزائري بلد أكيد. الجزائر بلدي أكيد فلسطين بلدي، وبالنسبة للجزائر الأمر كبير جدا أكثر ما تتصوري، ليس مجاملة أو مجرد كلام معسول. هذا الشيء دائما يعني وحب الجزائريين كبير، العلاقة يعني بيناتنا حبها كبير في قلب كبيرة جدا 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 أكيد. نعرف أنه راك تحضر لفيديو كليب لاحت يعني سرقناك فقط اليوم بهذا يعني هذه الدقائق وراح تبدا تصوير فيديو كليب نحو عليها اليوم ان شاء الله. في تصوير فيديو كليب لاغنيه اف 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 الاغنيه تكتب كلماتها؟ الكلمات تكتبها انا وان شاء الله راح اكون اول تجربه اخراج لإلي لانه في عندي اغنيه جاك الموس كنت فيها مساعد مخرج والمره هذه راح اتطرق للموضوع بصفه خاصه، راح انا اكون المخرج تاع الفيديو وان شاء الله تكون تجربه. وين راح يتصور الفيديو كليب؟ راح يتصور الفيديو في عده اماكن في اماكن عامه، وراح يتشارك معايا في العديد من الاصدقاء والناس اللي بعزهم والناس اللي حبوا يوقفوا معايا اللي بوجه لهم كثير تحيه كبيره، يعني ساعدوني من الالف حتى يعني كتكريم. يلا الاغنيه هي اف اف اف، نعم. يعني وش هو الموضوع انتها؟ الموضوع تاعها اتكلم عن تجربتي عن ناس كنت معشرهم اصدقاء وكنت مراحل لكن مع مرور الوقت كل شيء ظهر على حقيقته، الامر هذا احزنني اكيد. انت تتخيل انت تكوني مثلا يعني تعيشي يمكن اشياء ما كناش ننتظروها بالضبط. اشخاص صحيح ومثل ما حكيت لك اي حاجه راح تعيشها بترجم، انا ترجمتها باغنيه وباللهجه الجزائريه وراح تكون ان شاء الله الفيديو كليب حصري لبرنامج 17 وشاكيكم وجدوا ابوابنا دائما مفتوحه لك رامي، نورتنا بالحضور نتاعك. مازال راح نعرضوك لمطبخنا حتى تذوق ماكلتنا دائما مع الشيف نوال اللي راح نورتنا بالحضور نتاعها وراح نتلاقاوها بعد الفاصل. يا نوراني يا اللي نعيشك في الاجواء.